بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة أولى إعدادي. أولى إعدادي. في الفقرة السابقة كنا شفنا أنو دوميتيزم. في أعلى النص كما نرى أوبجيكتيف. شنو هي أوبجيكتيف؟ أوبجيكتيف. طبعا كلمة أوبجيكتيف كما نرى في آخرها كاينة إس. شنو يعني هذا؟ يعني بأن جمع. جمع. استامو أو بلوريال. هي كلمة في الجمع. أوبجيكتيف المقصود بها أهداف. إذا الأوبجيكتيف المقصود به أهداف. الهدف. الأوبجيكتيف هو الهدف. الكلمة اللي عندنا هنا راه تنتكلموا على لي زوبجيكتيف يعني الأهداف، غير ما حيدوا ديك لي، فهمتي؟ خلاوها أوبجيكتيف. كمان نقول أهداف. إذا من ضمن الأهداف طبعا حنا قرينا النص ياك أنو دوميتيسم. كان ممكن يجينا نص آخر، شنو الهدف من هذا النص؟ شنو الهدف منه؟ إذا سنرى الهدف من هذا النص. علاش نعطيو هذا النص هذا؟ لأي شيء بغونا نتوصله، فهمتوا لا؟ إذا نتكلم على الأهداف لي زوبجيكتيف، بغينا نتوصله نسكتو. إذا هذا هدف السيد اللي هو هنا موضوع النص. السيد اللي تكلم على النص هذاك الهدف ديالو أن المجتمع ما تبقاش فيه الترترة والناس يلتزموا الصمت، باش يعطيو واحد الفرصة للتفكير، باش يبقاو يفكروا مزيان. هنا تنتكلموا على هذا النص اللي تيحكي على هذا الطالب الامريكي اللي دار الصمت الى اخره. اشنو الهدف ديالنا من الدراسه ديال هذا النص؟ فهمتي؟ حنايا اللي تنقراو هذا النص اشنو الهدف ديالنا منه؟ اذا الهدف هو ريكونيتر لو ريسي دون لو في ديفير. ريكونيتر هو ان تعرف لو ريسي. شنو هو لو ريسي؟ لو ريسي هو الروايه. شنو هي الروايه؟ الرواية تتحكي. الحكي. الحكي. تلقى واحد القصة فيها حكاية. فيها حكاية على واحد الأمر معين، على شخصيات معينة إلى آخره. إذا نتكلم عن الرواية، تنتكلم على بعض الأشخاص المهنة ديالهم هما يكتبوا. المهنة ديالهم هي كتابة الروايات. تيصوب واحد القصة ويألفها ويطبعها. المهنة ديالو أنه تكتب قصة ثم يطبعها ثم ينشرها. هنا تنتكلم على ريكونيتر لو ريسي. هنا غنعرفوا الروايه. فين نعرفوا الروايه؟ دون لو في ديفير. دون لو في ديفير. شنو هو لو في ديفير؟ لو في كما نرى كما نتكلم على الفعل. لو في تجي من فعل فاغ. فاغ يعني فعل، جعل، عامله. فعل تنعرفوا. كاسكو تو في؟ ماذا تفعل؟ كاسكو تو في؟ ماذا تفعل؟ إذا هذا لو فيغ فاغ. إذا الاسم هو لو في. لو في يعني الفعل، فهمت ولا؟ إذا هنا بحال تنتكلموا على لو في ديفيغ. إذا بحال تنتكلموا على الفعل، ولكن شنو؟ يعني كما نقول مختلف أو متنوع. في المؤنث نقول ديفيغس. إذا هنا عندنا لو في كلمة مذكرة، إذا سنقول لو في ديفيغ. إذا بحال تنتكلموا على الفعل المختلف، ولكن أشنو المقصود بهذا الفعل المختلف؟ شنو المقصود به تحديدا؟ إذا شنو هو لو في ديفير؟ لو في ديفير أو بيان في ديفير تقدر تكون بيناتهم واحد تخي دينيون، واحد الخطية تصاور. إذا نقدروا نكتبوا لو في ديفير كما عندنا هنا. ممكن نكتبوا الكتابة، تنشوفوا دابا الكتابة. ممكن أننا نكتبوها لو في ديفير بهذا الشكل، وممكن أننا نكتبوها بهذا الشكل لو في ديفير افيك ان تخي دينيون اونتخ لي دو مو، مع واحد الخط صغير بين الكلمتين. إذن هاد لو في ديفير أشنو هو؟ أي أون جورناليزم، يعني هو في الصحافة. هو في الصحافة. أن تيب ديفينمون. لو في ديفير ملي تسمع هاد الكلمة لو في ديفير أشنو المقصود بها؟ أي أون جورناليزم، عند الصحافة. عند الصحافة ملي تنسمعوا عندهم كلمة لو في ديفير إتان تيب ديفينمون، يعني هو واحد النوع من الحدث. واحد الحدث وقع، غريب. حدث لا مش بالضروره يكون غريب. حدث. حدث حدث من الاحداث. اي حاجه وقعت تتسمى حدث. يا حادثه تسير، يا واحد العماره تبنات، او واحد العماره طاحت، او واحد تخرج ديال طلبه من واحد الكليه او من واحد المدرسه، او مثلا ارسال واحد الفيلق لواحد المكان، أو واحد الحرب وقعت، أو إلى آخره. جميع الأحداث تتسمى أحداث.
سو سون دي زيفينمون، سو سون دي زيفينمون، فهمت ولا لا؟ إذا حنا تنتكلمو على واحد تيب ديفينمون، تنتكلمو تحديدا على واحد النوع من الأحداث. قدروا نتكلموا على لقاء رياضي، يعني جوج ديال الفرق غيلعبوا مع بعضياتهم، فريق غيلعب مع فريق، واش حادث ولا ماشي حادث؟ حادث، ولكن تنقدروا نصنفوه ماشي بحال الاحداث الاخرى. شنو تيتسمى هذا الحادث؟ حادث رياضي، الحمد لله. حادث رياضي، ولكن المدرسه الا درت المدرسه قامت بواحد المسابقه بين الطلبه، ياك بغات تشوف شكون الاقسام اللي غتربح، بغات تشوف شكون القسم يعني المتفوق على الاقسام الاخرى، واش حادث ولا ماشي حادث؟ حادث، ولكن اشنو هذا الحادث؟ فين نقدروا نسن نقدروا نسميو حادث دراسي او حادث ثقافي، الحمد لله. اذا هذه الاحداث ممكن اننا نصنفوها، ياك ولا لا؟ حنا تنتكلموا هنا على ان تيب ديفينمون، على واحد النوع من الاحداث بحال اللي صرفنا هادو، فهمتي؟ غنتكلموا على واحد النوع من الاحداث كاين ني كلاسابل، كاين ني كلاسابل يعني انه ليس كلاسابل. شنو كلاسابل؟ تجي من فعل كلاسي، كلاسي يعني رتبه، يعني كاين ني كلاسابل الذي ليس مرتبا. شنو المقصود ليس مرتبا؟ المقصود انه ما تترتبش، ما تتصنفش، المقصود انه ما تتصنفش. ملي قلنا على هذا الحادث رياضي صنفناه ولا لا؟ صنفناه، قلنا بان هذا رياضي. ملي قلنا هذا الحادث ثقافي صنفناه ولا لا؟ صنفناه، دخلناه في هذا الصنف، فهمت ولا لا؟ في هذا النوع، ولكن لو في ديفير بحالو بحال هادو، ولكن ما داخلش معاهم، ما تتكلاساش مع هادو، ما تتكلاسا لا مع حادث اعلامي ولا حادث رياضي ولا حادث ثقافي ولا حادث موسيقي ولا حادث فني، فهمت ولا لا؟ ولا حادث دولي، ولا فهمت ولا لا؟ ولا حادث وطني. اذا ما تيدخلش هو في هذه الاصناف. اذا هاد لو في ديفير بحال تنتكلم على واحد الاحداث خارجه على هاد التصنيفات، ما لقيناش فين نحطوها، واش فهمت ولا لا؟ لو في ديفير بحال تنتكلم على واحد المجموعه ديال الاخبار ديال الاحداث، غناخذوا الاحداث كلها ديال الدنيا، الاحداث غنصنفوها، الاحداث اللي قلنا بحالاش، حدث رياضي، حدث غنائي، حدث فني، حدث ثقافي، في الاخر بقات واحد الاحداث ما لقيناش فين نصنفوها، يعني مفرقه. الا خدينا مثلا ديال الجريمه، غنلقى واحد الاحداث بحال الطالب ما دير الجريمه، الحمد لله. الاحداث ديال الجريمه فين غندخلوها؟ ما غندخلوها لا مع الرياضه ولا مع الثقافه ولا مع حتى شي حاجه، الحمد لله. ولكن غنلقاو عاوتاني واحد الحدث اخر بحال هذا شاذ، ما تيوقعش بزاف، طالب سمت، واش غنعطيو اسم وهاد الحدث ما تيوقعش بزاف؟ الحمد لله. اذا كاين واحد الاحداث اخرى متشتته، اذا شنو سميناها؟ سميناه فاديفير، يعني بحال تنقولو فعل متنوع يعني مشتت، ما نقدروش نعطيوه واحد الاسم، الحمد لله. اذا الاحداث ديال الدنيا كلها صنفناها، في الاخر بقات لنا واحد مجموعه الاحداث متفرقه ما عرفناش فين غنصنفوها، اذا جمعناها ككل وعطينا اسم، شنو هو؟ احداث متفرقه، احداث متنوعه، اذا سمينا لو في ديفير، فهمتي ولا لا؟ هذا هو التعريف ديال اللي كاينه، لو في ديفير، في ديفير اي اون جورناليزم، يعني في الصحافه ان تيب ديفينمون، هو واحد النوع من الحدث كيني كلاسابل الذي ليس مصنفا دون اوكين دي روبريك، يعني انه ليس مصنفا في اي من دي روبريك. لو في ديفير اي اون جورناليزم ان تيب ديفينمون كيني كلاسابل التي ليست مصنفه دون اوكين دي روبريك، يعني في اي من الابواب او في اي من هذه التصنيفات التي ذكرنا، في اي من هذه الابواب او في اي من التصنيفات التي ذكرنا امثله لها، كي كومبوز ابيتويلمون، التي تكون عاده ان ميديا داكتواليتي، التي تكون عاده وسيله تواصل داكتواليتي، يعني تنتكلموا على الصحافه هنا، داكتواليتي يعني ديال الاخبار، فهمتوا ولا لا؟ اللي تتكون وسائل الاعلام ديال الاحداث الجاريه، ديال الوقائع الجاريه، تسمى اكتواليتي. اذا عاده هاد وسائل الاعلام
تتصنف هاد الاخبار اللي تتجيب ياك، هاد الاحداث اللي تتوقع تتصنفها كي اللي تتسميها انترناسيونال، مثلا تتكلم على احداث عالميه، فهمتي، تتكلم مثلا على واحد المشكل واقع بين دوله ودوله، او واحد العلاقه واقع بين دوله ودوله. اذا نتكلم عن اكتواليتي انترناسيونال. كاين عاوتاني ناسيونال يعني وطني، يعني انه تهم داخل الوطن، فهمت ولا لا؟ حدث جرى داخل الوطن، سواء كان حدث رياضي او غيره، ولكن داخل الوطن، اذا تيتسمى حدث وطني، فهمت ولا لا؟ اذا نسميه ناسيونال. اذا كان خارج الوطن يسمى انترناسيونال. مثلا بوليتيك، نقدروا نصنفوا بعض الاحداث وبالتالي بعض الاخبار بانها بوليتيك، بانها سياسيه، فهمت ولا لا؟ ماشي رياضيه، ماشي فنيه، ولكن سياسيه، سياسة ديال الجهة، سياسة ديال الحزب، سياسة ديال الجماعة. إذا نتكلم عن أكتواليتي بوليتيك، أو بيان إيكونوميك، أو بيان إيكونوميك يعني اقتصادية، أو بيان إيكونوميك يعني اقتصادية، تتهم الاقتصاد، البيع والشراء، التجارة إلى آخره. إذا ممكن أن واحد الخبر يهم هذا المجال. إذا هاد الأحداث كما تتشوفي، واش تصنفات ولا ما تصنفاتش؟ ولكن لو في ديفار ما تيدخلش هادو بالمرة، فهمت ولا؟ يعني انه تفرق كل الاخبار اللي ما يمكن ليناش نصنفوها هنا، تدخل فيما يسمى لو في ديفير. تيكونش هذا التصنيف، ما تيكونش عنده التصنيف، هذا الترتيب هذا، فهمتي، ما تيكونش عنده واحد العنوان معين. اذا لو في ديفير ايتان في غيال، اذا لو في ديفير يعني كما نتكلم عن حدث متفرق، ايتان في غيال يعني انه حدث واقعي غلطي، غلطي يعني أنه مروي. لوفير غلطي المقصود به روى أو حكى بالتفصيل، تنقولوا إل غلط، إل غلط إن إستواغ، يعني كما نقول حكى قصة ولكن بالتفصيل، بالتدقيق، يعني أنه تيرويها بتفصيل دقيق. هذا هو المعنى ديال الفعل غلطي. لو في ديفار إتان في غيال غلطي بغيافمون دون زان جورنال. إذا نتكلم عن لو في ديفار يعني الحدث المتفرق كما نقول، إتان في غيال يعني أنه حدث واقعي، غيال يعني أنه حقيقي، غلطي بغيافمون يعني أنه يحكى بالتفصيل ولكن بغيافمون يعني بسرعة، يعني مختصر، بغيافمون يعني مختصر، دون زان جورنال يعني في جريدة. إذا أهم شيء فد لو في ديفار يعني انه ما تتكلاساش، ما تتصنفش تحت العناوين التي ذكرنا، هو حدث واقعي يروى في الجريده بشكل سريع، يروى في جريده ما بشكل مختصر. اذا في الفقره القادمه ان شاء الله سنكمل مع بقيه التعريفات الخاصه بهذا لو في ديفير. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.